دكتور كريم، خليني استفيد بمكاني ده واخد بعض الحاجات اللي ممكن يكون بسمعها من الناس، ومحتاجه اجابه ببساطه للمواطن العادي اللي بيسمعني دلوقتي، لان مش كل اللي بيسمعونا اقتصاديين، ولكن انا محتاجه يستفيد مني ايضا المواطن العادي. فكره ان الدوله بتعمل مشاريع كتيره جدا، معظمها مشاريع مش ملهاش عائد، الطرق، الكباري، كلها بنيه تحتيه. احنا محتاجين من الدولة، لا محتاجين مصانع، محتاجين الحاجات اللي فعلا يبقى لها مردود على الناس وتخفف العبء الاقتصادي الموجود. ده دور مطلوب. فكرة بقى دور المواطن ايه علشان هو كمان يخفف العبء على الدولة؟ يعني ده اتهام بيوجه دائما للدولة. حضرتك سمعت اكيد الكلام ده. يعني خليني اقول لحضرتك، هي الدولة قدمت العديد من المبادرات التي كما أشرت لحضرتك ساهمت في استقرار الوظائف سواء على مستوى القطاع العام أو القطاع الخاص. الدولة المصرية قدمت مبادرات إلى العمالة غير منتظمة، ساهمت أيضا في توفير دخل لهم في وقت توقفت في العديد من الأعمال. وبالتالي هنا دور المواطن، وأنا أرى أن المواطن المصري أصبح الآن لديه من الوعي والثقافة التي تولدت إليه على مدار السبع سنوات الأخيرة، أصبح لديه رؤية، أصبح لديه تقدير إلى سياسات الدولة التي تقوم بها وتتبناها، لأنها جميعها سياسات هادفة. أنا مع حضرتك أن التقدير لما تعمله الدولة حقيقي موجود. يعني خليني أحكي لحضرتك موقف شخصي سريعا. ركنت عربيتي وركبت مع سواق تاكسي عشان اوصل المكان اللي عايز اوصله، فبالتالي الراجل كان منبهر وعمال بيشرح لي في الطرق، بصي الكوبري الجديد ده، بصي الطريق الجديد ده. حسيت بانبساط الراجل، هو ما يعرفش انا بشتغل ايه، فانا سالته يعني حضرتك مبسوط بالكباري دي؟ قال لي جدا وبتوفر عليا مشاوير كتيره، لكن انا مخنوق يعني، لا كل حاجه بقت اكبر من ان انا اقدر اجيبها وان انا اقدر اسدد احتياجاتي. فهنا الرد يبقى ايه يا دكتور؟ يعني هنا اوصله ازاي ان هو كمان لازم يبقى مستريح ماديا؟ كل الناس بتشتكي من فتره الغلاء اللي احنا فيها دي. هو بالطبع يعني خلينا نقول ان الامر كما كان في برنامج الاصلاح الاقتصادي، والسيد الرئيس وجه بضروره مسانده المواطن المصري ومساندته للدوله المصريه في هذا الاجراء. طبعا احنا بنتحدث عن خطوات بتاخذها الدوله المصريه ثمارها كانت بتجنيها، بدأت تجنيها بالفعل من حركة استثمارات وحركة تجارة داخل الدولة المصرية. لكن خلينا أقول لحضرتك أن بعض هذه الأمور الأخرى ثمارها أو نتائجها بتمتد إلى المدى المتوسط ليس البعيد، وبالتالي هنا ثمار ما تقوم به الدولة من مشروعات بدأ بالفعل يكون هناك استثمارات، باعتبار أن البنية التحتية الأساسية والبنية التحتية الإلكترونية هي أساس دخول الاستثمارات إلى أي دولة. بدأ يكون هناك برامج تأمين صحي، وبدأ تكون هناك مبادرات صحية للكشف عن الأمراض. كل هذه أمور بتلمس حياة هنجد أيضا أن الدولة المصرية وفرت العديد من المنافذ. هذه المنافذ توفر مختلف السلع لمختلف المواطنين حسب مستويات على مستوى التموين والداخلية وأكثر من جهة.